طبيعة الحال هذه المبادرة تندرج في سياق الاحتفالات التي تقيمها مدينة الرباط، عاصمة الثقافة وعاصمة الأنوار، مدينة المدينة العربية والإفريقية والإسلامية. نحاول جهد المستطاع من خلال هذه المبادرة الفتية في دورتها الأولى أن نرسخ لثقافة التعايش بين الثقافات والشعوب، نحاول أن نخلق جسرا للتواصل بين الجاليات الأجنبية والثقافات المقيمة بفضاء مدينة الرباط. ونحن نفتتح هذا المهرجان بدورته الأولى من خلال يعني مجموعة من الفقرات والبرامج التي تهم الرواية والموسيقى والفنون التشكيلية والطبخ وكذلك فن التصوير. نحاول أن نجعل هذه الأشكال التعبيرية تنطق بما يجيش في الصدور من مشاعر محبة بين المغرب والسودان، ونتمنى طبعا من خلال الدورات اللاحقة أن نطور هذا الجهد يعني المتواضع، ونرسخ من جانبنا كمجتمع مدني ثقافة التعايش وثقافة السلم بالمغرب وبمدينة الرباط على اعتبارها واجهة للتعايش المغربي. وشكراً.